يقول: فالوتر قيل واجب، وإنه إن فاتهم يوما فيبدلونه، وهو ثلاث ركعات يفصل ما بينها، وقيل ليس يفصل. ما هي صفة صلاة الوتر؟ جاءت عدة روايات تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الوتر. أولا، ما هو العدد الذي يصلي الإنسان فيه صلاة الوتر؟ أقل الوتر كما يسميه الإمام جابر بن زيد رحمه الله تعالى ورضي عنه، يسميه وتر العاجز، أن يصلي الإنسان ركعة واحدة، أن يصلي بعد الفريضة ركعة واحدة، يسمي هذا الوتر وتر العاجز. بعد ذلك المرتبة الوسط أو وسط الكمال كما يسميها بعض الفقهاء، أن يصلي الوتر ثلاث ركعات، ومرتبة خير منها أن يصلي الوتر خمس ركعات، وخير الأمور كلها أن يصلي الوتر 11 ركعة. هذا هو الفضل وهذا هو الخير. وترون أن قيام الليل يتداخل مع صلاة الوتر، لأن كل ما كان من الصلوات بعد صلاة العشاء فإنه يعد من قيام الليل، ولكن القيام يتفاضل، فالقيام في أول الليل والقيام في آخر الليل ليس بدرجة واحدة، بل القيام في آخر الليل خير وأجر من القيام في أول الليل. ومن هنا فالإنسان يشرع له أن يأتي هذه الأمور كلها، أن يأتي بالوتر، يجوز له أن يأتي به واحدة ولكن ذلك وتر العاجز، ويجوز له أن يحرص على الكمال، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر يزيد على 11 ركعة، يفتتحها بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك يأتي على قيام الليل في هذه الركعات كلها. ما هي صورة أداء هذه الركعات؟ كيف يؤديها الإنسان؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، بمعنى يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين، ويسلم من كل ركعتين، يصلي ركعتين، وأول ركعتين يصليهما يشرع له أن يوجه، أن يأتي بالتوجيه، وبعد ذلك لا يلزم بأن يأتي بالتوجيه، يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يسلم ويقوم ويكبر تكبيرة الإحرام، يصلي الركعتين الأخريين، وهكذا إلى أن يأتي على 10 ركعات، بمعنى أن يسلم 5 مرات، ثم بعد ذلك يختم الجميع بركعة واحدة، حتى يكون هذا كله هو قيام الليل. فهذا هو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أصحابه. إلا أنه يصح أيضا أن يصلي قيام الليل 4 ركعات 4 ركعات، ركعتين ركعة، أو 4 ركعات 4 ركعات، 3 ركعات ركعة. وهذا جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله، قام الليل 4 ركعات ثم 4 ركعات ثم 3 ركعات، وبذلك يكمل العدد وتكون الركعات 11 ركعة. وإن صلى 4 ركعات فإنه لا يسلم من الثانية، وإنما يقوم إلى الثالثة بتكبيرة، وفي كل الأوقات في الأولى والثانية والثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة وسورة. وهذا كما قلت منصوص عليه أو مذكور في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه هي الصفة العامة لقيام الليل للركعات. وبذلك يتبين لكم أنه إن صلى الإنسان 3 ركعات كما هو حال أكثر الناس فإنه يشرع له أمران، فيجوز له أن يسلم من ركعتين، أن يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يسلم بعد الركعة الثانية، ويقوم ويكبر تكبيرة الإحرام، ويصلي ويوتر هاتين الركعتين بثالثة فيصلي 3 ركعات. كما أنه يشرع له أن يقوم للثالثة بتكبيرة دون أن يسلم، بمعنى أنه لا يفصل بين الركعتين والركعة ويسلم. هذان مشروعان وقد ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل الأكثر من أفعاله ولعل الأولى منها
أن يسلم من ركعتين ثم بعد ذلك يقوم بتكبيرة للإحرام لحديث صلاة الليل مثنى مثنى. هذا يؤيدها أمران فعله صلى الله عليه وسلم كما يؤيدها قوله حينما قال مثنى مثنى فيصليها ركعتين ثم يوتر بواحدة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرأي الذي عليه علماؤنا في هذه القضية، بل أكثر العلماء على هذا الرأي. وروى مسلم في صحيحه بعض الهيئات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يوتر بها. ففي الثلاث مثلا روى أنه يصلي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وبقعود واحد للتشهد، الأولى والثانية والثالثة، ولا يقعد في الثانية وإنما يقعد في الثالثة ويسلم. وروى في الخمس وفي السبع أيضا أنه لا يقعد، يسرد خمس ركعات ويسرد سبع ركعات، يسردها سردا مباشرا ولا يجلس للتشهد إلا حينما يريد أن يسلم في الركعة الأخيرة. وفي التسع روى مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان في التسع كان يسرد ثماني ركعات ثم يسلم وبعد ذلك يقوم للعاشرة. وفي الإحدى عشر كان صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين. هذه روايات جاءت في صحيح مسلم، لكن الظاهر أن هذا الفعل لا يشرع للناس إن صحت هذه الروايات، وقد غمزها بعض أهل العلم. وذلك لأن الحديث القولي الذي يقول صلاة الليل مثنى مثنى هو أقوى، ويأمر الناس يا أيها الناس كأنه يقول صلوا مثنى مثنى، لا بد أن تكون صلاتكم بالليل مثنى مثنى، وبهذا يؤخذ من الأحاديث وهو الأولى. وإن صحت الأحاديث الأخرى فلعلها خاصة به صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي طريقة صلاة الوتر، فاضبطوها.